هنا سوف نتحدث عن أساليب تحليل القوائم المالية بشكل مبسط. يوجد أسلوبين لتحليل القوائم المالية وهي كالتالي: التحليل الأفقي الزمني، وفي هذا الأسلوب يتم تجهيز الميزانيات وقوائم الدخل أفقيا بحيث يمكن مقارنة كل بند مع بنود الميزانية أو قائمة الدخل في سنة ما بنفس البند في ميزانيات وقوائم الدخل السنوات السابقة في التالي. تنسب قيمة الأداء الحالي للعنصر في القائمة إلى أداء نفس العنصر في السنوات السابقة، ويظهر التغير بنسبة مئوية من الأداء السابق ارتفاعا أو انخفاضا. يتم هذا التحليل لكافة قائمة أو لكل قائمة على حدة. يمكن تحديد سنة سابقة كسنة أساس يتم نسبة التغير إليها، أو يتم تحديد نسبة تغير قيمة العنصر للسنة السابقة مباشرة. يمكن عن طريق عدد من نسب التغير التعرف على اتجاه الأداء عن طريق تمثيل هذه النسب بيانية. التحليل الثاني وهو التحليل الرأسي، وفي هذا الأسلوب يتم تجهيز الميزانيات وقوائم الدخل رأسيا بحيث يمكن مقارنة كل بند من بنود الميزانية أو قائمة الدخل في سنة ما بباقي البنود الموجودة بالميزانية أو قائمة الدخل لنفس السنة كالتالي. تنسب فيه قيمة العنصر إلى عنصر معين، عنصر الأساس في نفس القائمة، فمثلا تنسب جميع عناصر قائمة الدخل إلى صافي المبيعات أو إجمالي الإيرادات، أما الميزانية فقد تنسب عناصرها إلى مجموع الميزانية وهو إجمالي الأصول. يمكن بهذا التحليل التعرف على أهمية حجم كل عنصر بالنسبة للنشاط الذي تعبر عنه القائمة ككل، ويمكن عمل تحليل أفقي للنسب المستخرجة من التحليل الرأسي للتعرف على اتجاهات العناصر. مدى الاعتماد على القوائم المالية كمدخل لاتخاذ القرار. على الرغم من أن القوائم المالية هي من أهم المستندات التي يعتمد عليها الباحث الائتماني في اتخاذ القرار الائتماني، إلا أن هناك عدد من الأسباب التي قد تحد من درجة الاعتماد على المؤشرات المستخرجة من القوائم المالية كمدخل اتخاذ القرار الائتماني صائب بنسبة 100%، وهي كالآتي: بيانات القوائم المالية تعد بناء على البيانات والمستندات المتوافرة لدى المحاسب القانوني للشركة في نهاية أعمال السنة المالية، يعني في تاريخ معين وفي يوم معين فقط. ومن ثم فإن الثقة فيها يستخرج من مؤشرات مالية تتوقف على مدى دقة البيانات والمعلومات والمستندات المستخدمة كأساس في إعداد الحسابات الختامية وتصوير المركز المالي للمنشأة. 2- صعوبة وضع مؤشرات نموذجية لكل صناعة لاختلاف النظم المحاسبية من شركة لأخرى، بل اختلاف أثر الظروف الاقتصادية على نشاط ما من عام لآخر أو من مكان لآخر. مثل نجد بعض المصانع متركزة في مدن معينة ونفس الصناعة في مدن أخرى، فبيتوقف أيضا سعر المنتج من مكان لمكان وفقا لطرق النقل وتكلفة النقل وتكلفة الحصول على المواد الخام. هل هو قريب من الحصول المواد الخام أم بعيد، وهكذا. قلنا صعوبة وضع مؤشرات نموذجية لكل صناعة لاختلاف النظم المحاسبية من شركة أخرى، بل اختلاف أثر الظروف الاقتصادية على نشاط ما من عام لآخر، وكذا صعوبة الحصول في بعض الحالات على ميزانيات الشركة المثيلة. 3- اعتماد النسب المالية المقارنة على البيانات التاريخية المستمدة من قوائم مالية عن أعوام سابقة. ومن ثم فإلى جانب نسب التحليل المالي يتعين اللجوء إلى أساليب أخرى مثل كشوف التدفقات المالية للمشروع على سبيل المثال. 4- تعبر القوائم المالية عن موقف لحظي، فالقوائم المالية عموما باعتبارها تعد في تاريخ محدد نهاية السنة المالية، فإنها بالتالي تعبر عن موقف لحظي لوضعية الأصول الموجودات والخصوم للالتزامات، وقد يكون هذا الموقف اللحظي ولي.
معايير التحليل المالي. نظرا لأنه لا توجد حدود ثابتة للوضع الأنسب لكل مؤشر من المؤشرات المالية، إلا أن هناك عدد من المعايير التي تستخدم للمقارنة مع النسب المالية المستخرجة من ميزانية العميل لقياس مدى مناسبتها وتحديد انحرافات تلك النسبة عن المعايير والبحث عن الأسباب المؤدية للانحرافات. ونورد في ميالي أهم هذه المعايير: 1. معيار الصناعة، ومتوسط تلك النسبة مأخوذة من مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي تنتمي إلى صناعة واحدة عن فترة زمنية محددة، ويتم استخدام هذا المعيار للتعرف على المركز النسبي للشركة بين باقي الشركات في نفس الصناعة ومدى التطابق مع معدل الصناعة وتحديد نسب الانحراف بين إنجاز الشركة والمعدل العام للصناعة والتعرف على أسباب هذا الانحراف. 2. المعيار التاريخي، يتم الاستعانة بأداء الشركة في الماضي ومقارنة بأدائها الحالي واتجاهاتها وتحديد أسباب الانحراف مع أهمية مقارنة تلك النسب مع معدل الصناعة. مثل ذلك إذا كان صافي الربح في الماضي 3% والآن 4%، الأمر الذي يوحي بتحسن في نسبة الربح، إلا أنه إذا كان معدل ربح هذه الصناعة 7% فإن ذلك يدل على عدم ملائمة نسبتي السنتين السابقتين. 3. المعيار المخطط، يتم تحديد هذا المعيار من قبل الشركة كسياسة لها، ويقوم على أساس مقارنة ما كان متوقع من الشركة تحقيقه وما حققته فعلا، أي مستهدفات الشركة خلال العام أو الموازنة التي وضعتها مقارنة بما حققته فعلا. مثال ذلك تحديد الشركة لفترة التحصيل وفترة السداد وفترة التخزين المتوقعة لها، ويتم مقارنتها مع المحقق فعلا، ويتعين على المحلل قبل إجراء هذه المقارنة أن يتحقق أولا من تماثل المعيار المحدد من قبل الشركة مع المعدل السائد في نفس الصناعة. أهمية نتائج المؤشرات المالية في اتخاذ القرار الائتماني. التوصية بالموافقة: في حال ظهور نتائج إيجابية للمؤشرات المالية وخاصة المؤشرات المالية الرئيسية، فإن البنك يستمر في الدراسة الائتمانية حتى آخر الدراسة، فضلا عن أن هذه المؤشرات المالية تعطي مؤشر عن حجم الائتمان المناسب للشركة. فلو أن منشأة ما تتزايد مبيعاتها سنوية بنسبة 10% وطلبت ائتمانا لتمويل مبيعات مضاعفة لآخر رقم محقق، فإنه يجب في هذه الحالة بحث إمكانية تحقيق ذلك أولا، وإذا لم يكن ممكنا فما هو أقصى تقدير للزيادة في رقم المبيعات يمكن تحقيقه، وبناء على رقم المبيعات المستهدف يمكن تحديد حجم الائتمان المناسب، بشرط أن يكون السوق يستوعب هذا الحجم من المبيعات وهناك فجوة في السوق تحتاج إلى هذه المنتجات. 2. التوصية بالاعتذار، من نتائج التحليل المالي للقوائم المالية التي قد تصل بنا إلى ضرورة التوصية بالاعتذار ما يلي: استغراق المنشأة في الديون الخارجية، وقد تكون نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات الخارجية 1:4 أو 1:3 أو 1:5، ومعنى هذا أن إدارة المنشأة أصبحت لا تخاطر بأموال المنشأة وإنما بأموال البنوك الدائنة، الجهاز المصرفي أو غيره من الدائنين. وفي هذه الحالة وتبعا لطبيعة نشاط العملاء فإنه يمكن الاعتذار عن التمويل الجديد المطلوب للشركة، حيث أن هذا الوضع يؤكد وجود خلل في الكفاءة الإدارية، وهذا الخلل لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. أما عن أثر طبيعة النشاط على تحديد النسبة المقبولة والنسبة المرفوضة، فإنه يمكننا القول أن المنشآت الصناعية بطبيعة الحال تكون جزءًا كبيرًا من استثماراتها في هيئة أصول ثابتة، وبالتالي فإنه من الممكن القبول بنسب غير متحفظة في حياة المشروع، بأن تكون النسبة
واحد إلى ثلاثة على أكثر تقدير، وإلا انتقل أداء المخاطرة إلى الجهاز المصرفي بعكس النشاط التجاري الذي يتسم بسرعة دوران البضاعة ودورات تحول الأصول. قلنا نسبة 3:1، بمعنى أن أصول الشركة إلى الديون، أو العكس لو قلنا الرافعة المالية 1:3. تمام. 2، عدم كفاية الأصول المتداولة لتغطية الخصوم الجارية. يعني هذا أن المزيد من الائتمان قصير الأجل يؤدي إلى تأكيد وترسيخ هذا الوضع، ويزيد من حجم العجز القائم حاليا في الأصول المتداولة في مواجهة الالتزامات الجارية، وأيضا يساعد الاطلاع على كشوف حركة الحسابات على التأكد من صحة اتجاه الاعتذار إذا ما لوحظ ضعف حركة الإيداعات بالشركة، سواء بحسابات طرفنا أو طرف البنوك الأخرى المانحة. ثلاثة، تدني العائد العام على الأصول بحيث يكون أقل من سعر الفايدة الدائنة السابق، حيث أن هذا يعني عجزا قائما في الربحية عن المواجهة المترتبة على الاقتراض، سواء لما هو قائم من تسهيلات أو للتسهيلات الإضافية. ولا يجب أن نغفل في هذا الاتجاه ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى العمر الإنتاجي للمنشأة، فقد تلجأ بعض المنشآت في بداية عمرها الإنتاجي إلى تخفيض سعر البيع بغرض التواجد في السوق لأول مرة، ثم ما إن يتعرف المستهلكين عليها حتى تبيع بالأسعار المعتادة، فتتوازن ربحيتها مع أعباء خدمة الدين، ولذلك يجب مراعاة ذلك عند الدراسة. 4، استخدام المنشأة لتسهيلات قصيرة الأجل في تمويل أصول ثابتة، وهذا الوضع يمكن التحقق منه من خلال المؤشر التالي. بنجد أن هناك خلل في الهيكل التمويلي، أن الالتزامات قصيرة الأجل محملة ببعض إجراءات وتصرفات قامت بها الشركة، قامت استخدامها في تمويل أصول طويلة الأجل، ومن هنا يجب أن يتم تعديل الهيكل التمويلي وإجراء التسوية اللازمة بالميزانية بأن يكون الالتزام قصير الأجل يدرج بالتزامات طويلة الأجل، والتنسيق في ذلك مع الدائنين. فإن كان الطرف الثاني أكبر من الطرف الأول، فمعنى هذا أن جزء من الخصوم المتداولة قد استخدم في تمويل الأصول الثابتة، مما قد يعرض الشركة لمشاكل مالية عديدة نتيجة لاقتصار آجال استحقاق التسهيلات قصيرة الأجل أو الائتمان التجاري الذي قد تحصل عليه. ومن ثم فإنه قبل المضي في اتخاذ القرار الائتماني، فإنه يتعين تصويب الوضع بتحويل جزء من التسهيلات قصيرة الأجل إلى قروض طويلة أو متوسطة الأجل. 5، عدم الموائمة بين متوسط فترة التحصيل ومتوسط فترة السداد. يتعين في هذه الحالة النصح بإدارة الشركة تعديل السياسة البيعية وأسلوب الشراء، حيث لا تحدث لها اختناقات في السيولة الجارية، بحيث أن تكون فترات السداد للعميل دائما وأبدا أطول من فترات التحصيل، بحيث تكون تحصيلاته قبل الاستحقاقات عليه. 6، عدم تناسب معدل دوران الأصول مع العمر الإنتاجي للمنشأة. فكلما زاد العمر الإنتاجي للمنشأة يجب أن يرتفع تبعا لذلك معدل دوران الأصول بشكل ملموس، وإذا لم يحدث هذا لكان هناك قصورا في كفاءة الإدارة بالمنشأة. آخر بند لأهمية نتائج المؤشرات المالية في اتخاذ القرار الائتماني هو التوصية بالموافقة على الرغم من وجود مؤشرات مالية سلبية.
قد يوجد حالات ائتمانية يقبل البنك تمويلها رغم تحقيقها لمؤشرات مالية أقل من النسب المتعارف عليها، وتتمثل في الحالات الآتية: تحقيق رأس مال عامل بالسالب، الأصل أن يكون رأس المال العامل بالموجب نظرا لأنه يمثل الحماية ضد مخاطر انكماش الأصول المتداولة، غير أن هناك بعض الحالات يكون فيها رأس المال العامل بالسالب ويقبل البنك تمويلها، وهذا الأمر مرهون بالتعرف التام على أسباب العجز ومعالجته، حيث قد يكون السبب هو منح تسيرة قصيرة الأجل لتمويل أصول ثابتة، وفي تلك الحالة يجب التأكد قبل منح التسهيل على نجاح العميل في إعادة هيكلة تلك التسهيلات وتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل أو طويلة مع تلك البنوك حتى يتلاشى العجز في رأس المال العام. انخفاض البند الثاني، انخفاض التمويل الذاتي مقارنة بالتمويل الخارجي، وهنا يجب أن يتم النص في شروط التسهيلات بضرورة ضخ الشركاء لأموال من جانبهم واستخدام تلك الزيادة في رأس المال في تخفيض تسهيلات البنوك. اتباع الشركة لسياسة متحفظة في تقدير المخزون وتغيير طريقة تسعير المخزون. مجالات العميل في تقدير مخصص الديون المشكوك فيها لأوراق القبض. البند اللي بعده، وجود رصيد ضمن الخصوم المتداولة في بند الدائنين يخص الشركاء، وهنا يجب التأكد مسبقا من أن هذا الرصيد يمثل تدعيم من جانب الشركاء للشركة وأن هذا الدين فاقد الامتياز. قد يلاحظ في شركات المقاولات وجود عجز في رأس المال العامل نتيجة لإثبات الدفعات المقبوضة من جهة الإسناد بكامل قيمتها في جانب الخصوم المتداولة، في حين أن المقابل لها في الأصول المتداولة في بند مشروعات تحت التنفيذ غير مثبت إلا بالجزء المعتمد فقط من جهة الإسناد وغير مدرك به قيمة الأرباح المحققة عن تلك المشروعات. وهنا يجب التأكد مسبقا من الأمور التالية: وجود العدد والآلات اللازمة للمقاول لتنفيذ ما يسند إليه من أعمال، أن كشف التدفقات النقدية للمقاولة يحقق ربح المقاول عند إتمامها، وجود الخبرة في تنفيذ ما يسند إليه من أعمال، وجود الجهاز الفني والإداري لتنفيذ تلك المشروعات. البند الثاني، من التوصية بالموافقة رغم وجود مؤشرات مالية سلبية: ارتفاع الرفعة المالية. الأصل وجود توازن في الهيكل التمويلي للشركة، غير أنه قد توجد بعض الحالات عليه، ومع ذلك يقبل البنك تمويل التي يكون فيها نسبة الليفرج، ومثال ذلك ما يلي: وجود إدارة قوية قادرة على إتمام دورة النشاط بنجاح وبريح، توافر مجموعة من المؤسسين الأقوياء للشركة وذوي المراكز المالية الجيدة، استهلاك كامل لأصول ثابتة مملوكة للشركة، ظهورها في الميزانية برقم ضئيل في حين أنها ما زالت تعمل بشكل جيد في الإنتاج، وأن قيمتها السوقية عالية، وفي تلك الحالة فإن إعادة تقييم تلك الأصول من شأنه تدعيم حقوق الملكية بالقيمة المعاد تقديرها. البند اللي بعده، أن يتوفر للعميل عنصر الاحتكار على الخدمة التي يؤديها، وأن تكون تلك الخدمة حيوية بما يؤكد استقرار التدفقات النقدية للعميل، ومثال ذلك هيئة كهرباء مصر. أن تكون طبيعة نشاط العميل تسمح بقبول تلك الزيادة بالنسبة، مثل الشركات التي تعمل في مجال السلع الاستراتيجية المدرجة في البورصات العالمية كالقمح والبترول الخام، نظرا لما يتوافر للبنك من عناصر الامتياز والحماية والتحكم طبقا لمنهج التمويل بحماية الأصول، ويراعى أن يتوافر للبنك عند تمويل تلك الحالات الاستثنائية ما يلي: يجب أن يتوافر للبنك حق الامتياز على دورات النشاط الممولة. في حال التمويل بمنهج الكاش فلو، يجب أن يتوافر للبنك رهن عيني على الأصل الممول. في
استثمار التمويل بمنهج الأسيت بروتكشن يتم الحصول على حق الامتياز والحماية والرقابة على الأصل المنار. البند الثالث من التوصية بالموافقة تحليل الإدارة. يجب في البداية النظر بعين الاعتبار إلى الهيكل الإداري للمنشأة محل التقييم، وتتعاظم أهمية تحليل الإدارة إذا كانت المنشأة محل التقييم منشأة فردية يديرها فرد واحد أو شركة أشخاص، ده شريك متضامن مسؤول وحيد. هذا من جانب، وبنفس القدر نجد أن تحليل الإدارة في شركات الأموال ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة هام جدا في أصول الشركة. فأصول الشركة هي الضمان الوحيد لدائن الشركة، حيث تنفصل الملكية عن الإدارة، والهدف في كل الأحوال من تحليل الإدارة هو التحقق من كفاية وكفاءة الجهاز الإداري القائم حاليا، بحيث يكون مؤهلا علميا وعمليا لإدارة نشاط الشركة على نحو سليم. التحقق من إمكانية استمرار الشركة محل التقييم في حالة غياب أحد العناصر الإدارية الهامة أو بعض منها نتيجة لتوافر البدائل. هذا يتم التحقق من كفاية وكفاءة الجهاز الإداري للشركة من خلال الاطلاع على السيرة الذاتية لمفاتيح الإدارة بالمنشأة أو الشركة، والقائم على عاتقهم العبء الإداري والفني للشركة. التعرف على الهيكل الإداري والتنظيم للشركة محل التقييم، وأسلوب توزيع المسؤوليات والأعباء الفنية والإدارية المختلفة بالشركة. الاطلاع دوريا على أي متغيرات تحدث في هذا الخصوص حتى أثناء سريان التسهيلات، التحقق من عدم حدوث خلل مفاجئ في أسلوب إدارة الشركة. هذا وتتعقد المشكلة إذا كنا بصدد دراسة منشأة فردية أو شركات أشخاص، فكلاهما لا يوجد فصل بين الملكية والإدارة، بل تتزايد المشكلة إذا كان صاحب أو أصحاب المنشأة محل التقييم يقومون بإدارة المنشأة من منطلق أنهم أصحابها دون مشورة أهل الخبرة أو دون الاستعانة بذوي الكفاءة المناسبة لإدارة النشاط. ومن ثم يجب أن تأخذ هذه النقطة العناية الفائقة. أما بالنسبة لشركات الأموال، فبرغم أن الإدارة منفصلة عن الملكية، إلا أن هناك أصحاب رأس المال ممثلين في الجمعية العمومية العادية، ويقومون بمراجعة أعمال الشركة دوريا ومحاسبة مجلس الإدارة وتقييم أدائها، وكذا مراجعة نتائج التقييم المالي سنويا أو ربع أو نصف سنة، وكذا تعيين أو عزل أو تحديد خدمة مراقبي الحسابات. ومن ثم فإنه يتوافر لشركات الأموال ما يمكن أن نطلق عليه اسم الحماية الذاتية والإشراف الذاتي من أصحاب رأس المال على مجلس الإدارة ورئيس المجلس ومراقبي الحسابات، إلا أنه من الناحية الأخرى، وباعتبار أن أصول الشركة هي الضامن الوحيد والمصدر الوحيد لسداد التزاماتها سواء قبل الجهاز المصرفي أو غيره من الدائنين، فإنه يتعين تحديد الهيكل الإداري والتنظيمي أيضا للشركات، وخاصة شركات الأموال، بدقة وعناية فائقين، لا سيما أنها تتسم بضخامة الاستثمارات، لأنها مبنية على اعتبار تجميع الأموال وليس الاعتبار الشخصي، وبالتالي فإن حجم التزاماتها تجاه دائنيها لا يكون محدودا.